الخبير العسكري اللي انا بشرك على النصيحه بس انا مش بيتفضل مش بيتفضل انت كلمه اتفضل انت الكلب هشرح لشيء خلصت وهالمره هاكد خلصت وفشلت ما عم بفهم كيف كانت الطريقه الامثل اللي تعلمنا فيها السياسه هي طريقه زدته بالمي بيتعلم لحاله بلش هذا المنهج مع ابائنا يلي زدتونا ودربونا هيك تخيل المشهد التالي شاطئ ام الطيور على خلفيه زعوط الست الوالده لكولي على امتي هلا بيغرق راح الصبي لا حول ولا قوه الا بالله الله يورجيني فيك يوم يا ولما بوقف الطفل عن البلعطه بفكروا المشاهدين مات ما بتلاقيه غير شهق تلك الشهقة وسبح كالسمكة في الماء ذكريات أيام سعيدة هيك طلعنا أعداد من السباحين وانتشرت الطريقة فزت الديري ابنه بالفرات والحمصي والحموي بالعاصي وابن البحر بالبحر وابن الشام زدته ببلده أوكي الإسلامي بيعمل بالحديث علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل العلماني بالمقابل بيختبر قوانين الفيزياء ليشوف إذا ابنه بفوش ولا لا المعارض بزت ابنه بالمي وبقول له اسبح عكس التيار بابا الموالي بزته باتجاه التيار الصراحة هالتعليم ظهرت فوائده جلية بالسنين الأخيرة ومع غياب مدربين بالسياسة كانت أسهل طريقة لنتعلم بعد 50 سنة هي سياسة زدته بالمي بتعلم السباحة نعم والموالاة والمعارضة نازلة سف ورقع بمحاولة للسباحة شي مع التيار القطري شي عكس التيار التركي شي فوق الأمواج السعودية وما بين المياه الإيرانية للمياه الدافئة الروسية ما تنسى الفرنسي والأمريكي فعلاً لقد حاول الغرب المتآمر ما بين الروس ويلي بلاروس حاولوا تأمين محترفين في فنون السياسة والحوار ودورات بالصحافة بعثوا لهم خبراء ليعلمون يغردوا بس الموالاة والمعارضة ظلوا مصرين على التعلم على طريقة الأجداد أصيلين أصيلين يا مستر كونسبشن لك حتى ما يسمى بالمعارضة الوطنية جابوا لهم مدربين من القطر الروسي الشقيق وتعلموا السباحة على الظهر ونظامنا الممانع من زماني بيشتغل مع مدربين أجانب بس ضل لهلأ لما بشك رواسي بيطرش كل القاعدين واليوم رجع لسياسة زدته بالمي بيتعلم أستاذ لكن المشكلة بهي السياسة إنه لا بتخلينا نغرق بكرامتنا ولا نسبح بالسياسة مثل العالم يعني بتفوش على وش المي بس لا بتمشي لقدام ولا بترجع لورا بس بيضل الواحد عايش فيك تقول هيك شي ايه وين بدي أقولها هي تبع تابعونا على الفيسبوك وعملونا لايك وشير هلأ بدي أقولها سجلت خلصت طيب تابعونا